كنحتجوا اليوم امام البرلمان الجوج ديال الاعتبارات. كنا درنا ديجا احتجاجات قدام وزارة السياحة. نحن شباب ضحايا برنامج فرصة الذي استوفى جميع المراحل ديال هذا البرنامج بجدارة واستحقاق. وصلنا للتمويل وما تمولناش بدون أي سبب، بسبب أن الوزارة قالت أن البرنامج فرصة انتهى. هذه نقطة. نقطة أخرى أن قدمت لنا وعود كاذبة صراحة إلى حدود الساعة أزيد من 8 شهور، وحنا كاينين هنا من الدفعة ديال 2022 ومنهم هذا عبدة تربيها والدفعة ديال 2022، وخاص هذا الوزير كيصرحوا في المنابر الرسمية ديالهم أن البرنامج نجح في كلتا الدفعتين. هذه مسألة. النقطة الثانية كذلك أن هذه الوقفة جاءت نظرا للمستجد اللي السيدة الوزيرة صرحت أمام النائبات البرلمانيات اللي طرحوا عليها الأسئلة ونقلوا لها المعاناة ديال هاد الشباب وتحدثوا بلسان حالنا. مشكورات السادة البرلمانيات. فإذا بها تجيب السيدة الوزيرة وتمرر بعض المغالطات وتقول أن أنا ما كنتقبلش أنني نسمع العبارة ديال أننا ضيعنا لهم الوقت ديالهم. حنا واكبناكم ودرنا لكم تكوين، إذا أنتم مؤهلين سيروا البرامج أخرى. هاد التناقض. السيدة كتقول لنا سيروا البرامج أخرى ومع العلم أنها كتقول أن البرنامج ديالها نجح. ما هذا التناقض؟ اليوم درنا واحد الوقفة احتجاجية بعد تراكم عدة وقفات على المستوى الجهوي والمستوى الوطني. حنا ضحايا متضررين برامج فرصة. حنا كاملين وصلنا لمرحلة التمويل، خاصنا نسيرو لي كونترا ديالنا. الوزارة وشركات الأسمية تلزمونا بأننا نديرو صياغة قانونية ولا يخفى على الجميع صياغة قانونية مقاول تاتي أو شركة أو تعاونية أو سلسلة تجاري. لزمونا بكراءات المحل. حنا وصلنا لمرحلة التمويل عن جدارة واستحقاق. ما تعرفوا باك صاحبي، ما عندنا علاقه مع السياسه، ما عندنا علاقه مع حتى حاجه. اليوم جينا نوقفوا قدام البرلمان تنطالبوا بالمطلب ديالنا الوحيد الاوحد هو التمويل. الوزيره نجات معنا سياسات مشي سياسات لا مبالاه، وانها ولات تقول لنا بكلمه ديالها في القبه البرلمان انها كولتنا. هذا ماشي هو الخطاب الاول او الاشهار اللي كلف الميزانيه ديال وزاره السياحه ب 25 مليار سنتيم باش انها شهر برامج فرصة، وأن تقول ليوصل لمرحلة التمويل أنه غير تمول 100,000 درهم 90,000 درهم قرض و 10,000 درهم مبلغ شرفي، وحنا غادي نردو 90,000 درهم. حنا اليوم جينا باش نقول للوزيرة ونقول لرئيس الحكومة السي عزيز أخ النوج المحترم، الدفعات ديالك اللي عطيتي المقاول الشباب وصلتهم لهنا لقدام البرلمان، المرة الثانية الوقفة اللي دايرين دابا قدام البرلمان، وعدة وقفات تعدوا بالعشرات قدام وزارة السياحة، وعدة وقفات قدام مستوى الولايات والعمالات، حتى واحد ما تسوق لنا. هذا لا سعادة الوزيرة وسعادة الوزير الأول السي عزيز أخ النوج رئيس الحكومة المحترم، تحملوا المسؤولية ديالكم في القرارات ديالكم. حنا ضحايا، حنا متضررين، حنا ثقنا فيكم، ثقنا فيكم في برنامج حكومي، انتوما اللي كونتوا هذاك البرنامج الحكومي، انتوما اللي خرجتوا على ارض الواقع بعد ما عطاكم صاحب الجلاله الملك محمد السادس الاوامر ديالو الساميه بعد فتره كورونا، ان الشباب والشابات نعطيهم واحد الفسحه فين يخدموا ونعطيهم واحد التعيمه يبداو صغار ويكبروا بشويه بشويه. حنا ثقنا في هذا البرنامج الحكومي، وثقنا في الدوله ديالنا، وثقنا في المسؤولين ديالنا، وثقنا في ما كناش نتصوروا اننا في الاخير غادي نرجعوا بياتق، في الاخير غادي تنكرونا. حنا كنا ثقنا فيكم من الاول حتى الاخر، حتى ولينا في الاخير بياتق، حتى ولينا في الاخير حنا رديتونا نصابه. هادشي اش جابوا؟ جابوا ما كاينش المحاسبه، ما كاينش الحس الوطني. انا تنقول لكم رسالتي تنوجهها لوزيرة السياحة مشكورة لالا فاطمة، الله يجازيك بخير. خاصك تراعي المعاناة ديال الشباب والشابات اللي جايين من جميع بقاع المملكة المغربية الشريفة. كاين اللي جاي من ورزازات، كاين اللي جاي من الشرق، كاين اللي جاي من طنجة، كاين اللي جاي من الصحراء، كاين اللي جاي من مراكش، كاين اللي جاي من فاس. حشومة عليك، حشومة عليك وعيب وعار. حنا مقاولين، حنا ماشي سياسيين، حنا باغيين هي 100,000 درهم ديالنا راه وصلنا لها على جدارة واستحقاق. كاين اللي مسيني الكونترا، كاين اللي حاصل على الفيش بيفي، كاين اللي عنده الوثائق ديالو. علاش؟ علاش تتعاملوا معنا بحال هكا؟ علاش؟ رسالتي لرئيس الحكومة السي عزيز أخ النوج،
كل مسؤول الله يجازيك بخير وخلي الشباب والشابات يتيقوا في البرامج الحكوميه الجايه، كون على يقين. انا السي محمد من مراكش نقول لك ما باقيش شي واحد غيتيق في شي برنامج حكومي، وخير مثال هو هاد حنا هو خير مثال. وتنوجه رسالتي الخاصه الى صاحب الجلاله الملك محمد السادس حفظه الله ورعاه، سيدنا الله يحفظك. حنا تنسيقيه وطنيه لضحايا برنامج فرصه، العدد ديالنا 3800 ضحيه. الله يجازيك بخير سيدنا، التفت لنا بالتفاته ديالك وعطف علينا بالعطف ديالك واعطي الاوامر ديالك الساميه لحل هذا الملف، لان حنا راه عينا وعينا 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 بزاف. قاولين هما قاولين هما وتموت فينا هما.